مساء الخير جميعا اخواني الاعزاء. محاضرتنا اليوم دكتور ياسين العبيدي، عنوان المحاضره حي بن يقظان. تفضل دكتور ياسين. السلام عليكم وشكرا للحضور وشكرا للأخوة اللي شاركوا اليوم بهذا الحضور. المحاضرة الحقيقة أسعدني أنه بالدقائق الماضية شفت أنه الكثير مطلعين على الكتاب. الكتاب هي قصة حي بن يقظان، كتبها ابن سينا ثم ابن طفيل ثم سهر وردي، وبعض الناس يدعون أكو شخص رابع حقق فيها. وكانت يعني الفكرة الحقيقية الرئيسية أنه ماذا يحدث لإنسان يجد نفسه في جزيرة منذ الطفولة، وكيف يبدأ يتعلم، ماذا يستفاد من العزلة، هل العلم هو مكتسب أو إنسان ممكن أن يخلق يتعلم من خلال الرأي، من الرؤية، من خلال التجربة، من خلال كذا، يعني كثير من الأمور الفلسفية. ابن طفيل يعني فيلسوف كتب هذه القصة بشكل سلس وبشكل جميل، بحيث ضغط على بقية الفيرجنز مال القصص الأخرى، لذلك الغرب أخذها هذه القصة وأصبح وترجمت إلى عدة لغات. لاحظ أن أنا كثير كتبوا عن حي بن يقظان، دكتور فارق سعيد، دكتور حسن حنفي، كثير كثير كتبوا عن حي بن يقظان، ويعني كتبوا عنها الكثير. ماذا نعرف عن حي بن يقظان؟ حي بن مؤلف الكتاب هو الأندلسي يكنى بأبي بكر ويسمى بابن طفيل. أكثر المفسرين العرب تركوا ورثا خالدا في الميادين سواء الأدبي والفلك والفلسفة والطب. ومثل ما قلت بالمقدمة أنه فقدت كثير من مؤلفاته، بس المهم قصة حي بن يقظان بقت وتعتبر من الكتب الرائدة الحقيقة في الروايات الفلسفية. يعني إذا تتذكرون بأنه في زمن الإسلام ظهر كثير من الفلاسفة، واحد من الفلاسفة هو الغزالي، وطبعا عليه هواية دبيت، بأنه أنكر أنه الفلسفة أما أن تكون فلسفة إلى الدين، وأما أن تكون وإذا كانت ليس للدين فهي فلسفة عبثية. ابن طفيل على العكس، ابن طفيل يؤمن بأنه الفلسفة هي مع العلم والفلسفة هي مع الدين، ولا تعارض بين الفلسفة والدين. كتبها هذه القصة في القرن الثاني عشر الميلادي، ونذكر بأنه هذا في زمن الأندلس وفي زمن الحضارة الإسلامية، وكثير من الفلاسفة العرب كان لهم دور، وخاصة يعني الآن في هذه الفترة بدأت الدول الأوروبية، أوروبا بدأت تنهض في عصر النهضة الأوروبية. الفلاسفة كانوا يعني كثيرين طبعا، هاي بس مجموعة صغيرة من عندهم. فلاسفة الشرق العربي هم الكندي، الفارابي، ابن سينا، بينما فلاسفة المغرب العربي هم ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. وإن شاء الله الأسبوع القادم محاضرة الدكتور مجيد عن ابن رشد، فتكون تكملة حلوة أنه نناقش فلاسفة المغرب العربي. مثل ما قلت هذا كتبها ابن سينا، ويقال كتبها ابن سينا عندما كان مسجونا، وثم أخذ الفكرة ابن طفيل ووضع بها فلسفته بشكل عميق وبشكل كبير، وأعاد كتابتها السهروردي، بس نسخة ابن طفيل تعتبر هي الأفضل والأكثر. هنا أنا يتكلم بها ابن طفيل عن العزلة والبحث عن الحقيقة، يعني هو عدم تناقض الدين والفلسفة. شنو أنا منه؟ أنا شنو؟ أنا كائن بين حيوانات، أنا أختلف عنه. بدأ يكتشف الجسد، بدأ يفكر عن النفس والروح، وأيضا حقيقة الوجود والتأمل حول الموت والحياة وصولا إلى وجود الخالق. يعني هذه كلها نقاط فلسفية جميلة داخل هذا الكتاب. حي بن يقظان يعني شخصية خلينا نقول مفترضة، وأيضا لاحظ أنه ما فاتت لابن طفيل أنه
قال هل هو خلق ذاتيا في الجزيرة؟ هل خلق من مكونات الجزيرة؟ أم أنه خلق من أب وأم؟ فرجع قال لا، الحقيقة هو خلق من يعني من أب وأم. فالفكرة أنه في مملكة قريبة من خط الاستواء، قريبة إلى الهند، وهذه المملكة كان بها حاكم غني جدا وجبار ومتكبر زين، وله أخت جميلة جدا. هذه الأخت خطبت بشكل رسمي، وكان الملك لغروره واسمه يدعي بأنهم غير أهل وغير قادرين على أنه يسعدون أخته. هذه الأخت أنه حبها واحد من أقاربها يقال ابن عمها، وصارت بيناتهم علاقة، فحملت، وعندما حملت ولدت هذا الولد اللي سوت وياه علاقة اسمه يقظان، فلذلك أطلقوا عليه حي ابن يقظان، حي أنه راح يبقى حي الوجود. فخوفا من الملك والبطش مالته وضعته في مثل التابوت أو بلن، وضربوا للبحر إلى أن وصل إلى جزيرة. هذه الجزيرة هي معروفة إحنا نسمعين بها، يقول لها جزيرة الواقواق زين، وهي قريبة من الهند. هناك بالصدفة كانت هنالك غزالة، وهذه الغزالة فقدت طفلها وكانت تبحث عنه بالجزيرة، أكيد أكلت الحيوانات الأخرى، فكانت تبحث عن وليدها، وبالصدفة سمعت صوت وراحت إلى هذا الصندوق، ويعني حاولت ودفرت وما أدري شنو، فتح لقيت طفل، أخذت هذا الطفل وتبنته وبدأت ترضعه إلى أن كبر وصار حي ابن يقظان. حي ابن يقظان مر بعدة مراحل، المراحل هي بدءا من 7 مراحل: رضاعته، وفاة الظبية. وفاة الظبية راح تكون حدث مهم جدا في تحريك شخصيته وتكوينها. مرحلة التعرف على النار، اكتشافه للأجسام، التعرف على الفضاء. يعني هذا التعرف على الفضاء أيضا بنى شخصية مميزة لحي ابن يقظان، وبدأ يسوي استنتاج، يعني بالضبط الاكسبرمنتال اوبزرفيشن، يعني يسوي ملاحظات واستنتاج بالوصول إلى التفسير، وبالتالي قرر أنه كيف يسعد ذاته. الأهم هو بالنسبة له كيف يسعد ذاته بشكل يعني بشكل حسب ما هو يريده. كان ينظر إلى كل الحيوانات، أنا ليش أختلف عنهم؟ أشو هذه الحيوانات كلها، هذه بها صوف والأخرى بها شعر، والطيور عندها ريش زين، هذه الحيوانات كلها تجري بشكل سريع خاصة إذا تعرضت إلى هجوم من حيوانات أخرى، ليش بقية الحيوانات مزودة بأسلحة مثل القرون، مثل الحوافر، مثل يعني المخالب؟ ليش أنا أختلف عنهم؟ أنا شجابني إن أنا بهذا المكان إذا أنا أختلف عنهم، لأنه ما يعرف شلون هو وصل إلى هذه الجزيرة. فكان عنده صراع مع نفسه، أنا شنو؟ ليش أنا ما عندي شيء يسترني؟ ليش أنا عارف؟ فبدأ طبعاً يحاول أن يسوي ستر إلى نفسه من الأشجار ومن النباتات. طبعاً هو يأكل تفاصيل الدقيق، بس إحنا ما نقدر كل تنوضعها في هذا المكان. لاحظ أنه أولاد الظبية اللي ربته يولدون صغار وهم مكسوين بالشعر، بعدين وراء فترة تطلع لهم قرون وعندهم حوافر ويركضون سريع، ليش أنا مو مثل؟ فبدأ عنده صراع اكتشاف الذات، اكتشاف ماذا يعني أنا منه. إلى أن توفت الظبية، يمكن كان عمره بحدود 7 إلى 8 سنوات. كان يعني هو دائما يفكر، وهذه شيء الوحيد، لأن تعرف عقل الإنسان يختلف عن عقل الحيوان، كان دائما يفكر ويحاول يوصل إلى استنتاج. فهو قال دائما استخدم كلمة حلوة أنا تعجبني، الوصول إلى العلة. فيقول أسا الآن إحنا إذا نضع أصابعنا بإذاننا بعد ما نسمع، إذا هذه علة، لو رفعنا الأصابع راح نسمع، إذا نخلي إيدينا على عيوننا بعد ما نشوف، بس إذا نشيل العلة راح نشوف. إذا ليش الغزالة والدتي توفت؟ إذا لابد أنه أكو علة أوقفت حياتها. إذا ماذا لو بحثت عن العلة في جسدها؟ عسى ولعله أنه أمكن أن أرفع العلة وأنقذها. فبدأ يشرح
بالغزالة، واستغرب لما يعني شاف الغزالة بأنه كل أعضائها غير فاسدة. وهنا طبعا يستخدم الفساد أو فاسدة، ويستخدم كلمة العلة للأشياء العائق. فبدأ يشرح جسمها إلى أن وصل إلى القلب. لما وصل إلى القلب شرحها للقلب، لقى القلب بدم متخفى. قال إذن العلة هو في القلب، إذن من مات القلب مات الجسد وسوف يتحول إلى الفساد. فاقتصر على الفكرة في ذلك. إذا تشوفون الجزء ما هو وكيف، ما الذي ربط بهذا الجسد، وليش ليش زين هذا الجسد هو بس فقط جسد وانتهى، لو أكو روح أو أكو نفس. فبدأ هنا يفكر بالروح، فهو يدعي بأن الروح مالتها طلعت. زين هذه الروح طلعت، شنو السبب طلعت؟ هل هي طلعت مكرهة؟ هل هي طلعت بكيفها؟ هل شيء أزعج هذه الروح وطلعت من الجسد؟ فكان يعني ما من السبب الذي كره إليه الجسد حتى فرقه إن كان خرج مختارا؟ هل خرجت الروح مختارة؟ فكان في صراع أنه هذه الإنسان هذا الكائن من يموت تخرج منه الروح، والسبب ليش يعني سبب الموت. راد يعرف أنه ليش الإنسان يموت، ليش الإنسان ينتهي. فبدأ يفكر وشاف بأنه إذن لازم أكو روح أو أرواح. ففكر بأنه هنالك مجموعة من الأرواح، ويدعي أنه هو كل عضو هو تقريبا الروح، وهذا الروح يرتبط بعصب، وهذا العصب كليته يرتبط بمن؟ يرتبط بالدماغ. وهذني كليتهم الدماغ يستمد الروح من القلب. إذن هو يعتبر القلب هو أساس الروح. إذا فارقت الروح القلب فارقت الـ يعني راح الجسم ينتهي إلى الفساد. الأعصاب هي الحركة اللي توصل الأرواح بين الدماغ والـ يعني ممكن الإنسان أن يموت، خلي يقول الكلية مالته، إذا عطب العصب بين الدماغ والكلية راح توقف الكلية. كذلك الأجزاء الأخرى، يعني إحنا نعرف مثلا الإنسان ممكن أن يصيب شلل في جزء من الدماغ ويفقد الحركة أو يفقد النطق. فإذا تفسير علمي منطقي بأنه بجميع الأعضاء هذه هي ترتبط. إحنا ما نريد نخفي بأنه في ذلك الوقت كان الطب متطور، وهو إنسان طبيب ابن طفيل، فلذلك كان يفكر بأنه الأعصاب هي اللي تنقل الروح من مركز الروح من جهاز السيطرة هو الدماغ إلى الأعضاء، ولكن الروح تبقى في القلب. وبعدين هو زادت هنا الجسم عندما تذهب الروح راح يذهب الجسم كليته إلى الفناء والموت، ويرجع إلى مكوناته الأصلية. فبعد هذه الفترة بدأ تعرفون يعني النار الحيوانات يعني ما تهتم بالنار، فهو بالنسبة له كان فاسينيتد بالنار، فبدأ جاب النار خلاها بالقرب من الكهف مالته، وبدأ يستفاد من النار كإضاءة، يستفاد من النار ك خلينا نقول مبعدة للحيوانات اللي ممكن أن تقترب عليه. أيضا استخدم النار للطهي، وشاف أنه بشكل يعني يختلف يتغير، فتونس مثل ما نقول على النار واهتم بيه. كان يفكر بأنه أنا من يا جنس، هل أنا من جنس الحيوان، هل أنا من جنس النبات. فشاف بأنه يعني هو بأشياء قريبة إلى الحيوان وبأبعد أشياء من الإنسان، لأنه الكل تحتاج إلى الغذاء لكي تنمو، مثل ما هو يحتاج الغذاء للنمو، الأشجار تحتاج الغذاء للنمو، والنباتات الحيوانات تحتاج بس الفرق بين الحيوان والنبات أنه الحيوان عنده حس وعنده إدراك وعنده تحرك. ولو يقول الأشجار أنه ممكن أن تتحرك مثل وردة عباد الشمس، تتحرك باتجاه الشمس أو تحرك الجذور بالأرض، فإذا عندها حركة بسيطة. فهو يحاول أن يدخل العلم في هذه الكائنات. زين، فكان يرجع إلى أنواع النباتات، فشاف أنه النباتات
بها كلها أغصان، كلها بها أوراق، كلها بها أزهار، قسم بها ثمر، وكان يقيسها بالحيوان. خلينا نقول أنه مثل ما قلنا أنه هذه ما عندها روح، النباتات ما عندها روح، بينما الإنسان الحيوان عنده روح. بدأ يفكر بالكائنات الأخرى أو المكونات الأخرى، مثل التراب والحجارة والمعادن والحيوان وسائر الأجسام. فقال أنه كل الكائنات لو تركت أنه تتدحرج من الأعلى إلى الأسفل، ومثل ما قال الدكتور مجيد هذه الجاذبية. فقال لو أن مثلاً صخرة كانت في أعلى وترك لها أن تتحرك ستتحرك إلى الأسفل. يعني إحنا دائماً جماعة يقولون والله نيوتن اكتشف الجاذبية، لأنه تفاحة وقعت من الشجرة واكتشف الجاذبية. هذه نفس الشيء هنا يتكلم عن الجاذبية، بأنه إذا موجودة صخرة ومعاقة نوخر الإعاقة عن الصخرة، الصخرة راح تنزل إلى الأسفل، وهذه هي الجاذبية. نفس الوقت قال لو ناخذ هذه الصخرة ونصعدها إلى القمة ونتركها راح تتحرك إلى الأسفل. فإذا هنا احنا دارسيها بالفيزياء، أي كتلة تاخذها إلى ارتفاع H راح تصير عندها طاقة كاملة. هاي الطاقة الكاملة ممكن أن تكون مخزونة بها، بس لو تعطيها دفعة صغيرة راح تتحرك، راح تصرف الطاقة الكاملة إلى طاقة حركية إلى أن تخسر كل الطاقة الكاملة وتستقر. هذا فكر بها في ذلك الوقت. إذا فكر بأنه الحاج الصخر لو تأخذها إلى أعلى القمة وتتركها راح تدحرج وتصل إلى أمر. كان يفكر بأنه الكواكب، وأكثر ما شغلت فكره هو الكواكب والسماء. فكان يفكر بأنه هذه يعتبرها كائنات، واعتبرها في درجة عالية من النبل والتميز، بأنه قال هي هذه لا حيوان ولا إنسان، إذن هذه كائنات تختلف زين. وحاول أن يقرب أنه هو قيمته تشبه قيم الفلك أو قيم النجوم. بالتالي قال هذه كلها الأفلاك تفتر هنا جاء على كروية الأرض، وقال بأنه تطلع الشمس من الشرق ثم تختفي في الغرب ثم تعيد نفسها من الشرق، إذن هي دورة كروية. لذلك يعني يفكر بأنه نتيجة الغروب والشروق بأنه الأرض كروية. بعدين هنا حقيقة السؤال الصعب، وهذا كلش عجبني، أنه بدأ يفكر هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج إلى الوجود بعد العدم، أم هو كان موجودا في السلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوب فتشكك في ذلك ولم يتنجح عنده أحد الحكمين. وإحنا كلنا نعرف فلسفة الفيزياء الآن كلها الكون كيف بدأ وماذا كانت بداية. طبعا إحنا كلنا نعرف بأنه البيج بانج أنه جسم صغير كثيف انفجر وتكون الكون قبل 14 مليون سنة. الآن نظريات حقيقة جديدة تقول بأنه الكون هو تكون نتيجة انعدام كون سابق، يعني كان أكو يونيفرس سابق، هذا اليونيفرس كولابس وصار هذه السمول بارتيكلز، وهذه السمول بارتيكل انفجرت من جديد وكونت الكون مالتنا. إذن أكو كون يسبقنا. فهو كان يقول يعني شنو، هل إجا من العدم أو كذا أم يسبقه من العدم؟ زين لما هذا الشيء اللي صار هل له محدث ولما حدثه؟ يعني ليش هذا إذا أكو شخص سوى هذا الكون ليش؟ هل زين فإن كان فما أحدث ذلك التغيير ولا بد للعالم زين ذلك الفعل لا يمكن. فبدأ يفكر من هو هذا الكون، من هو هذا المحدث؟ فوصل إلى مرحلة قال إنه العقل الإنسان عندما يصل إلى مرحلة لا يقدر يدركها لأنه يتوقف لأنه راح تكون خارج مديات عقل الإنسان. فوصل هنا، فلما حصل له العلم بهذا الموجود فبدأ يسمي المكون المحدث بالموجود الواجب الوجود، راح تتكرر هواية يستخدمها. فلذلك هو يقول إذن الكون له محدث، وهذا المحدث هو الموجود الواجب الوجود. ولذلك يعني أنه
إذا فارق البدن بقى في لذة لا نهاية لها وغبطة. فيعني هنا بدأ يتكلم عن فلسفة الوجود وفلسفة التكوين وغيرها. قلنا لأنه ليش هو اختص يعني من بين سائر الحيوانات بهذه الذات لا أشبه بها الأجسام السماوية. فيفكر بأن الإنسان هو عبارة عن هولوغرام. هولوغرام اللي هو خلينا نقول الشيب مال الشخص قبل أن تخلي به المادة. فمن تخلي به مادة صار جسم، بينما هو إلى هولوغرام الموجود. طبعا هذه اللي هي هولي كلمة يونانية وهو استخدمها. في ذلك الوقت كان كل العلماء يعتقدون بأنه العناصر الرئيسية في الكون هي أربعة: الماء والتراب والشمس والماء والتراب والشمس الأرض المهم النار. النار الجزء الرابع هو النار. زين، فهو بدأ الآن أنه أني يجب أن أتشبه بالأجسام السماوية، وبدأ يحاكي أفعالها. يعني أنه الجزء الشريف النبيل في هذه الأكوان بأنها لا تتغير، بأنها ترجع مرة ثانية بعد أن تذهب، وهي باقية إلى الأبد. فإذا أني هذا أني يجب أن أتشبه بهذه الأجرام السماوية. بس قال الإنسان مع الأسف بنفس الوقت عند شنو؟ عند الجزء السلبي. الجزء السلبي هو الجزء البدن المظلم والذي يطالبه بأنواع المحسوسات المطعوم والمشروب والمنكوح. إذن هو أيضا الآن حصل في تناقض. أنا أقرب إلى الحيوان لأنه أنا أفكر بالجنس وأفكر بالأكل وأفكر بالشرب، ولكن أيضا أنا أعلى من الحيوان مرتبة لأنه أنا عندي تفكير وعندي قابلية أن أفكر وميز وغيره، اللي هذه الأشياء ما موجودة في تفكيره. فقال بأنه حتى يبقى هو سعيد عليه أن دائما أن يبتكر بالخالق مثل ما قلنا الموجود الواجب الوجود، حتى يعني بحيث أنه ما يطرف فرصة بطرفة عين عن الموجود. فنظر إلى الأجناس فقرر أنه يبدأ يتغذى وعلى ثلاثة أنواع: أما نبات لم يكتمل نضجه وهذه البقوليات، وأما على الرطبة، وأما الاقتناء بفواكه وهذه الفواكه التي نضجت بها بذورها. وطبعاً هذه قال بأن هذه البذور راح توقع وتنبت من جديد وتصير شجرة أخرى. زين، وأما الحيوانات، وهذه الحيوانات أما الحيوانات البرية وأما الحيوانات البحرية. فقال أنه هناك ثلاثة ضروب يجب أن يلتزم بها. الضرب الأول أنه مساعدة الآخرين. فإذا كان يشوف حيوان متأذي، إذا داخله في إيده شوكة في أحد اسمه، يحاول أن يساعد الحيوان. إذا حيوان غير قادر، النباتات إذا أكو نبات محجوبة عنه الشمس، يحاول أن يساعد الكائنات الموجودة. فهذا جزء نبيل في ذاته. فأي شيء يقدر يزيله عن لبقية الكائنات فهو راح يسوي. الضرب الثاني يتعهد به أنه يجب أن يكون نظيف ودائم الطهارة، فلذلك كان يهتم بالاغتسال وتنظيف الأسنان وتنظيف الأظافر، وكان يسوي رياضة. هاي تعجب الدكتور مجيد والجماعة. كان يسوي الاستدارة، فكان الاستدارة يسوي عدة نوع: أما يستدير حول الجزيرة يمشي داير مدايرها، وعندما يرجع للبيت يسوي استدارة حول البيت، وعندما يكون داخل الكهف يسوي استدارة حول نفسه. فكان بما معناه يمارس الرياضة ويمارس الحركات، وكان يعني دائما ملازم أن يسوي هذه الأشياء. الضرب الثالث أنه يعني يجب عليه أن يتخلص من الجزء السلبي مال الإنسان، بأنه خلي يكون اهتمامه بالأكل والشرب والجنس. طبعاً ما أكو جنس، بس يعني أكيد أكو شهوة. زين، يعني يغمض عينيه ويسد أذنيه ويضرب جهده عن تتبع الخيال، ويروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر في شيء سواه ولا يشرك به أحد. فهنا أنا بدأ يتكلم عن الخالق، وقلنا الواجب الوجود. زين،
وكان أنه النظرة العلمية إذا أكو ضربين، أما صفة ثابتة العلم ثابت والقدرة والحكمة هي ثابتة، وأما صنف آخر هو الجسمانية ولواحقه ما يتعلق بها، هذه أشياء مو ثابتة، يعني الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى المأكل، الحاجة إلى الجسم. فإذا بدأ يفكر بشكل منطقي بأنه حتى يبقى هو على الجزء الموجب تشبهه بالنجوم والكواكب وهي الجزء النبيل، ويحاول أن يتخلص من الجزء المظلم السلبي. الصراع بين الذات المادية وعالم الكون والوجود والتجرد، فاسمع بقلبك وحدث ببصر عقلك. يعني احنا دائما نقول الإنسان يشوف بعقله، زين، اسمع بقلبك. القلب يخفت مرات، يعني شوف هنا أنا لأنه يركز هو القلب، هو يدعي بأنه الروح في القلب، زين، فركز بقلبك، اسمع بقلبك يعني، وعقلك شوف، بعقلك شوف، استخدم النظر واكتشف وشي، زين، واسمع إلى قلبك ماذا يريد. هذه أنت هنا أنا راح تكتشف الوجود، راح تكتشف الوجود. يقول هنا أنا الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إذا أسعدت أخرى أسقطت الأخرى. يعني إذا أنت إنسان مادي وتدور الماديات راح تسعد، راح تزعج الآخرة، وإذا التجأت إلى الآخرة فقط فراح تسقط الدنيا. فعليك يعني العمل بجهد لأنه تحاول أن تبقى مع الأخرى اللي هي الدنيا والبقاء. فإنه وإن نسب إلى جنس لم يظهر فيه فليس في الحقيقة. فيقول الإنسان هو شنو؟ هو ارتداد لضوء الشمس. إذا راح ضوء الشمس بعد ما يبين الجسم، وهذه فيزياء الانعكاس. يعني فعلا إحنا لولا الشمس ما كان أحد يشوفنا، يعني بالظلام ما تقدر أنت تشوف الإنسان بالحواس الموجودة. ورأى لذلك الفلك المفارقة في الكمال والباء، فكان مبهور بالفلك والفضاء، وكان بغاية اللذة والسرور والغبطة والفرح بما يشاهد في ذات الحق جل جلاله. فلا تعلق قلبك بوصف أمر لم يخطر على قلب بشر، فإن كثير من الأمور التي تخطر على قلب البشر يتعذر، فكيف إلى سبيل، يعني بما معنى أكو هواية أشياء يتعذر علينا معرفتنا، فكيف إذا أنه التفكير بالخالق الواجب الوجود، زين. فلذلك صار عنده يعني تناقض وتضارب بالأفكار، وهو طبعا دائما يميل إلى الجزء، إلى أن صارت الآن فكرة أبسال. كيف دخلت فكرة أبسال؟ من هم أبسال؟ في جزيرة مقاربة إلى جزيرتهم يعيشون بها شخصين مشهورين، واحد اسمه أبسال والآخر اسمه سلامان. هذه الجزيرة دخلت عليها ملة صالحة، وهذه الملة الصالحة أفادت الجزيرة بشكل كبير. فأبسال كان سعيد أنه هذه الملة وصلت إلى هذه الجزيرة وبدأ ينتفع منها. وأما سلمان إنسان مادي يؤمن بالجماعة وعمل الجماعة وأفكار الجماعة، فيعني مثل ما قلنا أبسال كان أشد غوصا في الباطن وأكثر عثورا على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل. أما سلمان فكان أكثر احتضارا بالظاهر وأشد بعدا عن التأويل. فتعلق أبسال بطلب العزلة ورجح القول لما كان في طباعه، وتعلق سلمان بملازمة الجماعة ورجح القول بما في سمعه. زين، فهنا سمع أبسال يعني أنه أكو جزيرة وفي هذه الجزيرة يوجد شخص، فقال هذه الجزيرة شيء مثالي، مثل ما قلنا لأن أبسال شخص روحاني ويبحث عن الروحانيات ويبحث عن العزلة. فإذا قال أني هذه أولا الجزيرة ملائمة إلي كعزلة، وبنفس الوقت سمعت بأنه شايفين شخص بها، فأريد أعرف منه هذا الشخص. فظل يدور ما لقى بالفترة الأولى ما لقى الحي ابن يقظان، لأنه حي ابن يقظان مثل ما قلت لكم أصبح يفكر بالوجود، وكان يعني قليل الأكل، وكان يخرج مرة واحدة من مغارته يجمع الأكل ويرجع ويبقى يتعبد. وإلى أن في يوم من الأيام صدفة طلع
حي ابن يقظان من المغارة فشاف أبسال. من شاف أبسال الاثنين يعني شلون نقول انشدوا، هذا منه هذا منه، شافه يشبه في كثير من الصفات بس عليه لأن كان لابس ملابس صوف وأشياء، قال شنو هاي الأشياء اللي هي على جسده، ليش أنا ما عندي شيء. فأبسال قال أنا راح أخرب حياة هذا الزاهد، هذا زاهد ترك الدنيا وإجا عاش بهاي الجزيرة ويا الحيوانات، إذا أنا راح أخرب حياته. فبدأ أبسال يهرب منين؟ يهرب من حي ابن يقظان. حي ابن يقظان طبيعته علمية، طبيعته فضولية، طبيعته الاستكشاف والوجود، فقرر أن يتبعه. إلى أن في يوم من الأيام صار قريب من عنده، فبدأوا يتكلمون، فشافه ما يتكلم. أبسال نتيجة لاهتمامه بالعلم والروحانيات عنده عدة لغات، فتكلم به باللغة الأولى ما افتهمه، تكلم باللغة الثانية ما افتهمه، اللغة الثالثة ما افتهمه، إذن قال هذا يراد أعلمه، فبدأ يعلم الكلمة هذه كذا يأشر له وينطق اسمها ويريد من عنده أن يعيد نطقها. وتعلم حي ابن يقظان بسرعة الكلام زين. أبسال وصل إلى درجة بأنه انبهر بهذا الشخص وقال تحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالتزم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشارته فيما تعرض عنده منه. يعني بدأ بالرغم من أنه أبسال جت هذه الملة وعلمتهم الأشياء الصحيحة، بس مع ذلك بدأ يوصل إلى قناعات بأنه أفكار حي ابن يقظان اللي هي الأفكار المكتسبة هي أكثر صحة وأكثر دقة. زين هنا أنا انتقال إلى جزيرة، فأبسال حجالة عن الجزيرة وحجالة عن الناس، أكو ناس يعني ما تؤمن وما كذا، فقرر أنه ينتقل إلى الجزيرة. فشلون يعني هو حي ابن يقظان كان يدفع الأبسال أنه وديني للجزيرة، شلون الجزيرة بعيدة؟ صدفة وإذا يعني ريح شديدة ترمي بزورق أو مركب إلى جزيرتهم ويطلبون من عندهم بلطف أنه تأخذون إلى الجزيرة الأخرى. أخذهم إلى الجزيرة الأخرى، هناك وصلوا إلى الجزيرة فشافوا الفريق اللي كان من عنده أبسال، هو الفريق اللي يؤمن ويؤمن بالكون ويؤمن بالوجود، والفريق اللي بسلمان هم ذولا جماعة عدم الإيمان وعدم تركيزهم على الحياة واللذة والشهوة والامتلاك وغير شأن. فهو بدأ يثقفهم، بدأ يحكي وياهم، فكل ما يحكي وياهم ما حد لا فلا يزيدهم ذلك إلا نبوا ونفارا زين. فلذلك يقول بالرغم من أنه كانوا خوش ناس وكانوا محبين للخير، بس ما يريدون يدوخون رأسهم بالوجود والكون وهكذا. تصفح طبقات الناس عن بعد، فرأى كل حزب بما لديهم فرحون، اتخذوا إلههم وهواهم وعبودهم وشهواتهم في جمع حطاب الدنيا. فلما فهم أحوال الناس وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق، هذا تفكيره هو أنه يهتمون بالماديات ما يهتمون بالروحانيات. فإذا يقول هنا أنه ابن طفيل يقول ما ظهر في زماننا من آراء مفسدة نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت بها حتى انتشرت في البلدان وعم ضررها. أنا يقول هسه لو يجي هو يشوف اللي صار هسه بعد 100 سنة شلون الناس يتفلسفون والأشياء وغيروا الشيء الموجود. حقيقة هذه هي خلاصة الموضوع. هنا نلاحظ بأنه الكتاب تم ترجمته إلى الإنجليزية، فالإنجليش ترانزليشن أول واحد جورج كيث 674، بعدين أوكلي اللي هو الحقيقة النسخة اللي انتشرت، وبعدين مجموعة آخرين. لاحظ أنهم لم تعتر يعني الترجمات كانت قديمة، مثل ما قلت هذا أوكلي سايمون لما نسوى الكتاب كان دي بيست سيلر بذاك الوقت. بس نجي هنا جودمان بال72 أيضا نتعرض إلى هذا الكتاب، كوتش ريد 1982 أيضا نتكلم عن هذا الموضوع، 1999 آخرهم واحد ولا هو هذا عربي مسلم بس أيضا كتبه بالإنجليزي ضمن جامعة كامبريدج
كان في عام 2005، ليست للإنجليزية فقط ولكن ترجمة إلى الداتش وإلى الجيرمان وإلى المودرن غريك وإلى البورتغيز. هذا هو الكتاب الحقيقة اللي أبو بكر ابن طفيل The History of Ḥayy ibn Yaqẓān سايمون أوكلي، هذا اللي هو اللي قلنا عنه. أوكلي طبعاً نانا هو مثل ما قلنا، وهذا الكتاب انتشر في أوروبا بالقرن 17 والقرن 18 وكان نوفل ساينتيفيك فيلوسفي، وصور يعني خلينا نقول ساينتيفيك ريفوليوشن. بعدين تأثروا به توماس هوبز، جون لوك، كريستيان هوجينز، أزاك نيوتن، إيمانويل كانت. إذن حتى كانت ونيوتن وغيرهم تأثروا بهذا الكتاب. هنا نلاحظ بأنه الإنجليش ترانسليشن سايمون أوكلي أخذ ديفوس، ديفوس هو اللي كتب روبنسون كروزو. فإذا أوكلي هو ترجمة من نسخة أوكلي، ديفوس أخذه وتكون ديفوس هو من 1660، ولذلك يعني بعد ترجمة الكتاب حوالي 7-8 سنوات ديفوس سوى الكتاب، الكتاب مالته روبنسون كروزو. فهنا نلاحظ بأنه هذه هي روبنسون كروزو، هاني دخلت ترزان أيضا بأنه نفس الفكرة. ويقال بأنه فيلم كارتون بث في كندا عام 1992 هاي ابن يقظان 1992 officially released in Canada in English. هذه هو الحقيقة كل الموضوع بما يخص حي ابن يقظان. طبعا كثير من الدقائق الأمور الأخرى، بس شكرا جزيلا إلى الاستماع، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور ياسين على المحاضرة القيمة وعلى البرزنتيشن العالي مالتها. هسه حنوقف التسجيل ونبدي الأسئلة. سوي ستوب شير أبو ريم.